لكفوفك سلام، لكفوفك سلام، إحساس وحمام، إحساس وحمام، لكفوفك سلام، إحساس وحمام، دمت العمان الوطن نبراس. كل سنة انت نور سيدي يا نور، الولاء الكلمة قابوس. يا يحفظك مولاي بالعمر اللي جاء، بالعمر اللي جاء، يحفظك مولاي بالعمر اللي جاء، تفتديك أرواحنا قابوس. كل سنة انت بخير سيدي يا خير، لك تهاني الأرض بي والناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم عمان في أسبوع. نرحب بكم في هذه الحلقة والتي نقدمها لكم من حصن الحزم بالرستاق. تتابعونا في هذه الحلقة نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تتابعون بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باريس. وتحيات جلالته حفظه الله لأخيه خادم الحرمين الشريفين ينقلها معالي السيد وزير الداخلية. وهنالك موضوعات أخرى، فنرجو مشاهدينا أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
أنت تاج لعمان. أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة. أنت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة. إنما تحقق على أرض عمان من منجزات في مختلف المجالات لهي مبعث فخر ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع. ولقد تابعنا عن كثب أعمال مجلس عمان بشقيه، مجلس الشورى ومجلس الدولة، في الفترات الماضية، مثمنين الجهد الذي بذله المجلس خلالها مما كان له الأثر الملموس للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة قدماً نحو مزيد من التطور والنماء. قادنا قدام بالعربات، إلن نفتخرنا بأصلنا، لا قالوا وعماني تحط الزعيم اللي علينا غيث أهل هتان. سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني، عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان، سكننا بالثريا وخيرنا بالأرض سكاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. سلام الله عليها بين أهل الأوطان، علمها بسما حر رقى من دون جنحاني. بلادي سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان، غلاها وين ما شديت يبقى وسط شرياني. بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجرك اليوم من ميلاد الأزماني. نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان، معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني. بلادي يا سلام الله عليها بين أهل الأوطان، علمها بسما حر رقى من دون جنحاني. وسلام الله يا
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقوم بجولة في المنطقة لإطلاع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة 36 للقمة الخليجية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الشهر الحالي، وفي ذات الوقت التعرف على مرياتهم حول القضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك. وبعد أن رحب بمعاليه، أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم أبقاه الله تحرص دائما على تعزيز التعاون الخليجي بما يحقق لدول المنطقة المزيد من النماء والاستقرار ويلبي طموحات المواطن الخليجي نحو مستقبل أفضل، مشيرا سموه إلى تقدير السلطنة للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاطلاع بأعمال المجلس. من جانبه قام معالي الأمين العام لمجلس التعاون باستعراض البنود المطروحة على القمة، وقد تناول اللقاء رؤية السلطنة لمتطلبات المرحلة الراهنة من المسيرة الخليجية تحقيقاً لبعض الخطوات التي ترسخ المزيد من التعاون لدول المجلس. وقد أعرب معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن تمنياته الطيبة لمقام جلالة السلطان المعظم أعزه الله، مشيداً بحكمة جلالته ودعمه المتواصل لأمانة المجلس للاطلاع بمهامها. حضر المقابلة مع علي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد والوفد الرسمي المرافق لسموه في مراسم افتتاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى 11 من ديسمبر الجاري. وقد رعى حفل افتتاح المؤتمر الذي يقيم في مركز لو بورجيه في ضاحية بورجيه شمال باريس فخامة رئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية بحضور 150 رئيس دولة، بالإضافة إلى ممثلي رؤساء عدد من الدول ورؤساء الحكومات والخبراء والإعلاميين ومندوبين عن الهيئات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. ويهدف المؤتمر الذي يستمر أسبوعين إلى إعداد الاتفاق الأول الذي تلتزم بموجبه الأسرة الدولية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل الحد من ارتفاع حرارة الغلاف الجوي إلى درجتين مئويتين. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نقلها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. جاء ذلك خلال لقائه في الرياض بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية. وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين في عدد من الجوانب، وتأتي هذه الزيارة في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين. بتكليف من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه،
افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن زاهر الهناي مستشار الدولة جامع السلطان قابوس بولاية بدبد بمحافظة الداخلية. وتم تشييد الجامع على أرض مساحتها 92,265 مترا مربعة، وتتسع قاعة الصلاة الرئيسية في الجامع ل 2500 مصلٍ، فيما تتسع قاعة صلاة النساء ل 285 مصليا. جامع السلطان قابوس بولاية بدبد بمحافظة الداخلية منجز جديد من منجزات العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وصرح إسلامي يشكل إضافة جديدة لأهالي الولاية، وهو في ذات الوقت تحفة معمارية تتجلى من خلاله فنون العمارة العمانية. الكل مستبشر خيرا، ونبارك لأنفسنا ولهم جميعا هذا الصرح وهذا المعلم الذي سيستفيد منه، وهذه ثمرة من ثمار النهضة المباركة التي عمرها 45 سنة، التي تتوالى على كل الولايات وعلى كل المحافظات هذه الثمرات يوم بعد يوم وشهر بعد شهر. الجامع يقع على مساحة أرض تقدر بأكثر من 90,000 متر مربع، وتبلغ مساحة بنائه أكثر من 6,700 متر مربع، ويتضمن قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 2,500 مصل، فيما تستوعب الردهة الخارجية للجامع ما يزيد على 280 مصل، وقاعة مصلى للنساء تتسع لعدد 200 مصلية. شكرا لله عز وجل أولا، وشكرا لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله على هذه المكرمة من المكرمات الكثيرة لعمان وأهل عمان. وطبيعة هذا الجامع مدخل لولاية بدبد، وهذا تشريف وتكريم لأهل الولاية، وهذه منارة من المنارات، وهذه مكرمة من المكرمات. توجه بالشكر الجزيل لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على ما يقيم هذه المشاريع الإسلامية في جميع ولايات السلطنة، وولاية بدبد شملت بالمكرمة السامية لإقامة هذا الجامع، هذا الصرح الإسلامي العظيم، يعتبر منارة وإشعاع للإسلام ومنارة للعلم والتعلم. يتوسط الجامع قبة كبيرة بارتفاع يزيد على 33 مترا، ومنارتين بارتفاع يصل لنحو 50 متر، وتبرز من خلال هندسة بناء الجامع فنون العمارة ذات الطابع التراثي والتقاسيم البديعة لفنون العمارة الحديثة. تم مشروع حيوي من لدن صاحب جلالة السلطان حفظه الله على بناء ولاية بدبد، وهذا صرح عظيم إضافة إلى الصروح السابقة الذي تقدمت هذا الصرح، وهذا صرح ديني ضمن الجوامع التي أمر بها صاحب الجلالة في جميع أنحاء السلطنة. هذا الجامع جامع السلطان قابوس بولاية بدبد يعتبر صرح عظيم وشرف عظيم لأبناء هذه الولاية. الجامع الذي روعي في تصميمه الزخارف الإسلامية وتبطين جدرانه وأرضياته وردهاته بالرخام ذو الألوان الهادئة، سيعمل على أداء رسالته المقدسة ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما ستشكل مرافقه الأخرى مركز إشعاع ثقافي في الولاية.
تجمعنا بدون عمان. جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها سنة 1986 احتفلت بتخريج أكثر من 7000 طالب وطالبة بذلوا الغالي والنفيس لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. ليس بما كما ساهمت الجامعة في رفد المجتمع بطاقات شبابية مبدعة. في الدقائق التالية مشاهدينا الكرام نتابع حزمة من الأخبار المحلية، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. توحيد الإجراءات لدى جميع أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية في جميع محافظات وولاية السلطنة فيما يتعلق بحجز مال المدين لدى البنوك. هذا الموضوع تصدر برنامج ملتقى رؤساء أقسام التنفيذ الأول الذي نظم في مسقط برعاية فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء. حجز مال المدين لدى البنوك عن طريق خطاب من أقسام تنفيذ الأحكام القضائية إلى البنك المركزي العماني، ومن ثم يقوم الأخير بمخاطبة البنوك العاملة في السلطنة لوضع إشارة الحجز على حساب المنفذ ضده الحكم. هذا هو المعمول به سابقا، أما الآن فيتم الحجز مباشرة عن طريق البنوك العاملة في السلطنة بإشراف وتنفيذ من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الذي أصدر مؤخرا تعميما بين فيه طريقة وآلية العمل بهذا الإجراء. ومن أجل توحيد الإجراءات لدى جميع أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية في كافة محافظات وولاية السلطنة يأتي ملتقى رؤساء أقسام التنفيذ الأول لمتابعة ومراجعة سائر الإجراءات المتبعة في أقسام التنفيذ والمشاركة في تحسين العمل بأدوات جديدة والبحث عن الصعوبات لتطوير الأداء التنفيذي. هناك كثير من الصعوبات ناتجة عن تفاوت الإجراءات المتخذة من قبل 44 محكمة ابتدائية موجودة فيها أقسام التنفيذ والإدارات التنفيذ في السلطنة.
المشاركون في الملتقى طرحوا من خلال أوراق العمل التي قدموها تجاربهم مع الصعوبات التي واجهتهم أثناء العملية التنفيذية وخياراتهم للبحث عن الحلول التي استعانوا بها للتغلب على العقبات في تنفيذ الإجراءات، مؤكدين على مدى أهمية هذا الملتقى في صقل تجربتهم العملية. الاستفادة اللي نحن نتوقعها تكون هي صقل الموظفين وخلق جيل واعي من محضري التنفيذ بالمحاكم لتطبيق هذه التجربة اللي جربناها تقريبا صار الحين سنة وتطبيقها بشكل عملي. حجز مال المدين لدى البنوك العاملة بالسلطنة وأوامر الحبس تصدرت محاور هذا الملتقى إلى جانب توحيد الإجراءات وعمليات التنفيذ والتخطيط الاستراتيجي. آخر الابتكارات والاختراعات في جميع القطاعات يحويها معرض عمان للابتكارات والتكنولوجيا في مركز عمان الدولي للمعارض. المعرض يقدم أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأحدث الآلات التكنولوجية الحديثة والإلكترونية، كما يضم جناحا للأفكار التكنولوجية الجديدة والمتوقع إصدارها في المستقبل وجناحا لتكنولوجيا الروبوتات بالإضافة إلى أركان أخرى متنوعة. رعى حفل افتتاح فعاليات المعرض صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد. كرافد مهم للمثقفين والقراء دشن في مقر النادي الثقافي بمسقط الإصدار الأول من مجلة التكوين وكتاب مسقط، ويعتبر كتاب مسقط جزء من سلسلة ذاكرة عمان المصورة للمصور الراحل تشارلز بات، ويحتوي على أكثر من 400 صورة فوتوغرافية لحقبة زمنية من تاريخ مسقط الحافل بالكثير من المنجزات الثقافية والعلمية والأدبية، فيما تحتوي مجلة التكوين التي ستصدر شهريا أبوابا متنوعة بين الثقافة والتقنية والسياحة وكل ما يهم شريحة الشباب. رعى حفل التدشين مع الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. احتفالا باليوم العالمي للتربة 2015 نظمت بكلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس حلقة عمل تتعلق بالحفاظ على التربة في السلطنة. ناقشت الحلقة عدة أوراق بحثية تضمنت مواضيع حول انضغاط وملوحة التربة وتدهور الأراضي وتأثير الجفاف على التربة، بالإضافة إلى تنوع الأحياء الدقيقة في التربة وحفظ التربة والمياه واستخدام الأسمنة العضوية وتأثير النفايات على التربة. نظمت فعاليات الحلقة تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، والذي أكد أن استراتيجية القطاع الزراعي ورؤيتها حتى عام 2040 تتضمن تقسيم التربة على مستوى المساحات الزراعية في السلطنة. هناك اهتمام من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية فيما يتعلق ب خلينا نتكلم الإنتاج كما ونوعا القطاع الزراعي ضمن منظومة الأمن الغذائي، والتربة بلا شك عامل أساسي في رفع الإنتاجية. حاليا طبعا تعمل الوزارة على الانتهاء بما يعرف بالاستراتيجية، استراتيجية القطاع الزراعي، وهناك رؤية واضحة لهذه الاستراتيجية حتى عام 2040. قريبا البدء في تنفيذ ساحة استعراض للسيارات بولاية المصنعة وإنشاء أسواق جديدة في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، هذا ما أعلن عنه لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان المهندس راشد بن سعيد الكندي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة. هناك بعض المشاريع الأخرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها، منها مشروع ساحة استعراض السيارات بولاية المصنعة. هذا المشروع تم تسليمه إلى الشركة وإجار الأعداد على أساس بدء العمل في الموقع. في نسخته السادسة جاء المعرض الفني نساء من البريمي هذا العام زاخرا بالعديد من الأعمال الفنية، وعكست اللوحات التي زخر بها المعرض التطور الذي وصلت إليه الفنانة التشكيلية العمانية في مجال الفن التشكيلي. المعرض حوى 62 لوحة فنية من إبداع 31 فنانة تشكيلية تناولت موضوعات عديدة كالمرأة والطبيعة العمانية بما تحتويه من جمالية.
استخدمت في تلك اللوحات أساليب فنية تنوعت بين التصميم الجرافيكي والفنون الحديثة، إضافة إلى الأعمال الخزفية المتنوعة. برعاية من الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي فياب، نظم في مسقط معرض عمان في عيون السفراء، وذلك بمقر جمعية التصوير الضوئي. معرض عمان في عيون السفراء بنسخته الثانية تشارك فيه 9 دول، حيث رعى حفل افتتاحه صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية. هذه تبين جمالية سلطنة عمان، ويعني تراها أنه مسقط وجميع المحافظات عبارة عن لوحات جميلة أيضا معمارية كالمسجد الموجود في الخوير، فاللوحة لوحة معمارية جميلة، وإن شاء الله ربي يحفظ لنا عمان وقائد عمان. هكذا رأى السفراء وممثلو السفارات والبعثات الدبلوماسية عمان من خلال 36 صورة مختلفة وغنية في دلالاتها. وجدت الطبيعة في عمان جميلة جدا، ولدي أسرة من 4 أطفال وأحب الارتحال معهم لمختلف المناطق الجبلية، وقد التقطت هذه الصورة في مخيم عائلي بجبل شمس. هذه الصورة يعني أخذتها في سوق نزوة، وبرأيي في راهي هي تمثل بشكل جيد عمان ومع واحد عماني مع المسار. المعرض يشتمل على صور من البيئة العمانية الساحلية والداخلية وامتزاج نمط العمران الحديث بالقديم، وصورا للجبال الشاهقة والوديان الجميلة والكثبان الرملية، في التقاطات أخذت أثناء تجوالهم في ربوع السلطنة. هذه الصورة في مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط، وهي أول صورة التقطتها منذ وصولي إلى عمان، حيث أخذني أحد أصدقائي في زيارة لدار الأوبرا استمتعت بها كثيرا. ويأتي تنظيم المعرض الدولي برعاية من فياب، وهو الاختصار الذي يعرف به الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي لعمان، في تنظيم هذا النوع من المعارض منذ العام 2014، إسهاما منها في تنظيم الكثير من المسابقات والمعارض الفنية. بتشريف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، رعى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار احتفال جامعة السلطان قابوس بتخريج 2930 من طلبتها خريجي الدفعة 26، واحتفلت الجامعة بتخريج طلاب وطالبات كليات الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التربية وكلية الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبلغ عدد خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 470 خريجا وخريجة في درجتي البكالوريوس والماجستير، فيما شهدت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية تخريج 502 خريج وخريجة في درجتي البكالوريوس والماجستير و3 خريجين في الدكتوراه. هذا وبلغ عدد خريجي كلية الحقوق 147 خريجا وخريجة في درجتي البكالوريوس والماجستير، بينما بلغ عدد خريجي كلية التربية 430 خريجا وخريجة بدرجتي البكالوريوس والماجستير. أما الحفل الثاني فسيكون في 6 ديسمبر القادم، ويشمل تخريج طلاب كليات الطب والعلوم الصحية وكلية التمريض وكليات العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية العلوم. Thank you.
وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نجز بعضا منها في الفقرة التالية. أنت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرض زعامة، أنت تاج لعمان، أنت تاج أنت في العرب زعامة. إنما تحقق على أرض عمان من منجزات في مختلف المجالات لهي مبعث فخر ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع. ولقد تابعنا عن كثب
أعمال مجلس عمان بشقيه، مجلس الشورى ومجلس الدولة في الفترات الماضية، مثمنين الجهد الذي بذله المجلس خلالها مما كان له الأثر الملموس للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة قدماً نحو مزيد من التطور والنماء. قادنا قدام بالعربات إلن نفتخرنا بأصلنا، لا قالوا وعماني تحط للزعيم اللي علينا غيث أهل هتان، سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. صعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان، سكننا بالثريا وغيرنا بالأرض سكاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار يا مولاي عمراني. سلام الله عليها بين أهل الأوطان، علمها بسما حر رقى من دون جنحاني. بلادي سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان، ظلها وين ما شديت يبقى وسط شرياني. بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجرك اليوم من ميلاد لزماني. نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك. ونصل معكم مشاهدين إلى صفحتنا الاقتصادية في هذا الأسبوع، وتتابعون في أبرز ملفاتها: السلطنة تحصل على درجة صفر في سلم المؤشر العالمي للإرهاب من معهد الأبحاث الدولي للاقتصاد والسلام، ومؤتمر ومعرض عمان للتعدين يبحث توسيع نطاق الاستثمارات التعدينية وإعداد برامج استثمارية مستدامة لتطوير قطاع التعدين في السلطنة. كما تتابعون، الهيئة العامة للطيران المدني تكشف عن توقعاتها بزيادة مساهمة قطاع الطيران بالناتج المحلي خلال السنوات القادمة، ووزارة التجارة والصناعة تحدد 23 من شهر مارس المقبل موعداً لانطلاق ملتقى عمان الاقتصادي الخامس، وهنالك موضوعات أخرى مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. من قادنا قدام بالعربات إلن نفتخرنا بأصلنا، لا قالوا وعماني تحط للزعيم اللي علينا غيث أهل هتان، سندنا سيدي قابوس مفخر كل سلطاني. عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والإحسان، وتبقى الدار بأهل الدار.
وعدنا كل عالي وامتطينا هالسحاب حصان سكننا بالثريا وغيرنا بالارض سكاني عسى الله يحفظك يا منبع الخيرات والاحسان وتبقى الدار بهل الدار يا مولاي عمراني سلام 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 الله عليها بين أهل الأوطان علمها بسما حر رقى من دون جنحاني بلادي سيرة المجد وحكايات الشموخ عمان غلاها وين ما شديت يبقى وسط شرياني بلادي يا بعد راسي أحبك وادعي الرحمن يحفظك مع فجر كل يوم من ميلاد لزماني نحب اللي يحبك والذي يبغى ذاك يهان معنا يحشم الطيب ويهبى كل خواني بلادي يا سلام الله عليها بين هالأوطان علمها باسم حر رقى من دون جنحاني وسلام الله حصلت السلطنة على درجة صفر في سلم المؤشر العالمي للإرهاب وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمن من التهديدات الإرهابية جاء ذلك في تقرير أصدره معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي مؤخرا في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب للعام الجاري وأفاد التقرير أن السلطنة تنظم بدقة كل ما له علاقة بالتطرف والتعصب الطائفي كما أنها وقعت على الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب في العام 2011 وأوجدت نظاما لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العام 2002 بموجب مرسوم سلطاني وأشار التقرير الذي يحلل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات والدول إلى أن السلطنة تجنبت وقوع أي عمل من أعمال الإرهاب من خلال تشجيع التسامح على الصعيدين المحلي والعالمي مؤكدا أن العمانيين يركزون على بناء أمتهم بعيدا عن الدمار والنزاعات وأنه لا يوجد عماني واحد انضم إلى أي تنظيم إرهابي وعزى ذلك إلى وعي المواطنين العمانيين وجهود الحكومة الرشيدة في مكافحة فكر التطرف إبراز السلطنة كمنطقة جذب تعدينية على المستوى المحلي والعالمي وتوسيع نطاق الاستثمارات التعدينية وإعداد برامج استثمارية مستدامة لتطوير قطاع التعدين بالسلطنة من أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها مؤتمر ومعرض عمان للتعدين المؤتمر شهد مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين رعى افتتاح المؤتمر سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إعداد برامج استثمارية مستدامة لتطوير قطاع التعدين في السلطنة وآلية توسيع نطاق الاستثمارات التعدينية مع تبادل الأفكار والاقتراحات أبرز أهداف مؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2015 ومن أجل ذلك تم دعوة عدد من المشاركين من القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية على الصعيدين المحلي والدولي هذا المؤتمر والمعرض يعتبر الأول من نوعه في السلطنة يقام معرض ومؤتمر متخصصين في المعادن في قطاع المعادن طبعاً في الندوة استمعنا وراح يكون أيضاً هناك أوراق عمل أخرى حول مستقبل قطاع التعدين حول ما هي القطاعات أو ما هي المعادن الواعدة وأيضاً هناك رؤية حول بعض الأسعار المرتقبة في المستقبل تطور النمو في استخدامات مثل هذه المعادن
تقدم من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال. المؤتمر الذي ضم أكثر من 250 مشاركاً يحاضر فيه 40 متحدثاً يناقشون نحو 30 موضوعاً تتعلق بجوانب العمل التعديني، بداية من توسيع نطاق المنتجات وتنوع العارضين إلى توسيع إطار عمل القطاع أمام الجهات الحكومية. المؤتمر سوف يركز على 4 محاور: القوانين والأنظمة التي تنظم قطاع التعدين في السلطنة، الواقع ومستقبل التعدين في سلطنة عمان، والمحور الثالث هو النواحي المساعدة لقطاع التعدين مثل الموانئ والطرق وسكك الحديد. المعرض المصاحب والذي يشارك فيه أكثر من 50 شركة هو المكان الملائم لعرض المنتجات التعدينية المحلية وتسويقها إقليمياً ودولياً، إضافة إلى الاطلاع على آخر مجالات التكنولوجيا المتقدمة في المسح الجيولوجي، كل ذلك تحت سقف واحد من شأنه زيادة القوة الشرائية وتأسيس قاعدة أعمال إقليمية تدعم القطاع التعديني في السلطنة على المدى البعيد. انتهت الهيئة العامة للتعدين من العمل على قانون التعدين، وهو الآن في طور المناقشة والمراجعة من قبل جهات الاختصاص. هذا ما أكده لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين. طبعا القانون الجديد هناك في أفكار جديدة، تسهيلات أكثر للمستثمرين، وأيضا شروط كثيرة لإيجاد مستثمرين جادين وإيجاد أيضا شركات جادة في قطاع التعدين التي تعمل على خدمة الاقتصاد، وأيضا وضع قيمة مضافة، إضافة قيمة مضافة لهذا القطاع فيما يتعلق بإنشاء الشركات. نحن نطمح أن نجد المزيد وأيضا في مواقع أخرى في السلطنة بالقرب من وجود هذه المواد. وهناك في الآن بين اتصالات مباشرة مع وزارة النقل والاتصالات حول دراسة وإيجاد أفضل الموانئ والمرافق الخاصة بتصدير هذه المنتجات. كما أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية خاصة للتعدين. تعمل أيضا على وضع استراتيجية خاصة للتعدين، وهذه الاستراتيجية راح يشارك فيها كثير من القطاعات، القطاع الخاص وأيضا المتخصصين والخبراء وأيضا بعض الأجهزة الحكومية. وقيمت ندوة قبل فترة شملت عدة وهذه الجهات موجودة فيها. هذه الاستراتيجية راح تشمل على السبل الكفيلة بإنجاح قطاع المعادن في السلطنة وكيفية الاستفادة من هذا القطاع، وأيضا العمل على دفعه إلى المساهمة الإيجابية في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. نعتقد إن شاء الله أنه خلال خطة القانون أن ترتفع المساهمة، ليس هناك بالضبط الآن، لازلنا نحن مع المجلس على التخطيط في إعداد الاستراتيجية. من خلال الاستراتيجية راح تحدد، لم ننتهي من الاستراتيجية، ولكن من خلال الأوراق ومن خلال الدراسات التي تقدم راح تحدد نسبة معينة لهذا القطاع. طبعا قطاع المعادن ايضا مرتبط بقطاعات اخرى مثل قطاعات الصناعه، فالاحصائيات لابد ان يعني يكون هناك احصائيه دقيقه حول منتجات المعادن، ليس فقط المواد الخام وانما ايضا المواد المصنعه. هناك الان تنسيق بين الهيئه وبين المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس وايضا المركز الوطني للاحصاء حول وضع سياسه فيما يتعلق بكيفيه احصاء مساهمه قطاع المعادن في الناتج المحلي الاجمالي. انخفض إجمالي الإنفاق العام للميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذكرت وزارة المالية في إحصائية نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 8.795 مليون ريال عماني. كما انخفضت جملة الإيرادات بنسبة 35.9% نتيجة انخفاض صافي الإيرادات النفطية بشكل رئيسي بنسبة 45.5%، حيث بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي 6.711 مليون ريال عماني. كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن توقعاتها بزيادة مساهمة قطاع الطيران بالناتج المحلي خلال السنوات القادمة، كما أكدت الهيئة على مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية وتأهيل وتدريب الشباب العماني لتشغيل المطارات والمرافق الجوية الأخرى.
الطيران المدني في السلطنة حقق تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، وأصبح مساهماً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط القطاعات الأخرى المرتبطة به كالسياحة والخدمات والتجارة اللوجستية. أصبح القطاع يلعب دوراً هاماً في المساهمة المباشرة للناتج المحلي الإجمالي والمساهمة غير المباشرة من خلال تنمية قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية في البلاد. وقد أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، وذلك عبر الاستثمار في البنية الأساسية، حيث تم إنجاز مطار الصلالة الذي يعد أحد المطارات الخمسة الجار استكمالها في مسقط وصحار والدقم ورأس الحد، مع التخطيط لمطار سادس في محافظة مسندم. كما قامت الحكومة بالاستثمار في الموارد البشرية وتأهيل وتدريب الشباب العماني لتشغيل المطارات والمرافق الجوية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة. ويأتي هذا الاهتمام انطلاقا من توقعات النمو لهذا القطاع في السنوات المقبلة التي تشير إلى تحقيق نمو سنوي بحوالي 4% في ظل تأثيرات تراجع أسعار النفط على كلفة السفر. وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى واستغلال الفرص المتاحة من تلك المؤشرات ورفع مساهمة هذا القطاع في اقتصاد السلطنة. يا بلاد يا روح هدات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن. يا بلادي يا روح هدات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن. حبك في هالعرق انكتب، ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب قديم من عمر الزمن. إلى هنا وصلنا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي قدمناها لكم من حسن الحزم بولاية الرستاق. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق البرنامج والمخرج هلال المالكي، في أمان الله، إلى اللقاء. من عمر الزمن، يا عمان ما غيرك وطن. يا بلادي يا روح وذات، يا حضني في حضنك حياة، ندعي لك سجدة صلاة ونجاهر حبك على يا عماننا. عن خير خلي عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لا ولن، والله من مثلك وطن. كيف النجاز يا عماننا، عن خير خلي عمنا، كل افداك وكلنا، وما نوفي خيرك لا ولن، يا عمان وطن. فيك اشرقت شمس بليل، لمعت زابك هالأصيل.